باختصار إليكم بعض النصائح لكيفية ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك. تجنب أوقات الظهيرة وسطوع الشمس نهائياً عند ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة أثناء الصيام يجب أن تكون في الفترة الأقرب للإفطار وليس في بداية اليوم لتجنب الجفاف والعطش. ممارسة الرياضة بعد الإفطار تتطلب ترك وقت كاف لهضم الطعام قبلها، فيجب انتظار بين ساعتين لأربع ساعات قبل بدء الرياضة بعد الإفطار. الإكثار من شرب الماء بداية وخلال الممارسة الرياضية لتعويض خسارة السوائل